أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ينحصر الحديث في موضوع واحد هو ما تفرضه ذكرى ثورة 14 فبراير. الثورة هي حركة شعبية واسعة تطالب بتغيير جذري وأساسي في النظام السياسي. ليس بالضرورة بحسب فهمي أن تطالب بتغيير النظام أو إسقاط النظام، وإنما من ناحية المطلب إذا طالبت بوجود تغييرات جذرية أساسية كما هي ثورتنا في البحرين، فيمكن من ناحية المعنى أن يصدق عليها ثورة. وبالرغم من الحديث عن العنوان والثورة أو الانتفاضة أو الحركة المطلبية، هو موضوع ليس أساسيا ولكن لابد من الإشارة إليه. فقد جرت التعبير عن ما حدث ابتداء من تونس في 2010 شهر ديسمبر 2010، مرورا بما حدث في مصر واليمن والبحرين وسوريا بعنوان الربيع العربي والثورات العربية. ومن هذا الباب استقر تسميتنا على ما يحدث في البحرين ثورة، لأن ما حدث في البحرين هو من ناحية أعداد المشاركين هو أكبر مما حدث في تونس عشرات المرات، وأكبر مما حدث في مصر قياسا بعدد السكان. طبعا نتكلم عن النسبة والتناسب بين عدد السكان وبين المطالبين بالتغيير. فالرقم الذي ذكر في تونس قبل مغادرة زين العابدين 50,000 في شارع الحبيب بورقيبة، وإذا كان هذا الرقم خاطئا فلن يتجاوز 100,000 في شعب يكون من 10 ملايين مواطن. بمعنى حتى يوصلون إلى أن يجب أن يكون عدد من يتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة 5 ملايين أو 6 ملايين، لأن من تظاهر في دوار اللؤلؤة في يوم واحد وفي 9 مارس وفي مناسبات أخرى كان يتجاوز نصف شعب البحرين، وبطريقة أو بأخرى جازمة أكثر من نصف شعب البحرين شارك في هذه الثورة. فهي من ناحية المشاركة الشعبية تتقدم على سائر الثورات العربية بلحاظ النسبة والتناسب، وهي تطالب بتغييرات جذرية. هناك فريق يطالب بإسقاط النظام، قل عدده أو كثر لن أدخل في ذلك، وهناك فريق يطالب بإصلاح النظام إصلاحا جذريا لينقله من نظام قبلي إلى نظام شعبي، من نظام يعتمد القبيلة مركزا له إلى نظام يعتمد الشعب مركزا لا، وهذا تغيير جذري سنذكر تفصيله في بقية الحديث. ففي البحرين ثورة شعبية سلمية إصلاحية. الثورة تأتي دائما نتيجة لانسداد التطور المنطقي الطبيعي في النظام السياسي الذي تثور عليه الجماهير. ولذا من الصعب تصور الثورة في النظم الديمقراطية بهذا المعنى الذي شرحته في المقدمة، محاولة التغيير للنظام السياسي في أسس جذرية. ممكن نسمع في الثورة الطلابية في فرنسا، لأنه شعب هو اللي بدأ الثورة بالمعنى السياسي الحديث، ممكن أن نجد هذا العنوان هنا وهناك، بس هو مش ثورة لتغيير النظام السياسي، للاعتراض على شيء معين، ونتيجة لأن هناك أطر ديمقراطية إنسانية قانونية دستورية واضحة، وهي طبيعة النظام السياسي الحديث، إلى التعبير عن الإرادة الشعبية وتفعيل الإرادة الشعبية من دون الحاجة إلى الوصول إلى الاقتتال، وهي الفكرة الإبداعية الأعظم في التاريخ. هي الفكرة الإبداعية الأعظم في التاريخ، هي هذه الفكرة.
تحويل الصراع المجتمعي الذي لم يتوقف منذ أن خلق الله آدم ولن يتوقف حتى يخرج صاحب العصر والزمان وبعدين يتصرفوا على هواه ونشوف كيف بتصيغ الدنيا، لن يتوقف هذا الصراع. وجدت له فكرة، التدافع السلمي إلى السلطة، التداول السلمي إلى السلطة، عدم البقاء في السلطة بالقوة، الوصول إليها بطريقة سليمة بطريقة سلمية، البقاء فيها بطريقة سلمية، التنحي عنها بطريقة سلمية. أكبر فكرة إبداعية في التاريخ على الإطلاق، لأن هذه الفكرة هي المسؤولة عن حصن دماء البريطانيين لمدة 500 سنة، وهي المسؤولة بعد الثورة الفرنسية في حصن دماء الفرنسيين أنفسهم، وهي المسؤولة عن حصن دماء كل الناس الذين تمتعوا بنظام سياسي حديث لا يسمح بوجود الصراع والاحتراب المجتمعي بين السلطة وبين. هذه الفكرة هي المسؤولة عن سيادة بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول على العالم. شوفوا نتيجة هذه الأفكار. فالثورة تأتي نتيجة لانسداد التطور والإصلاح الذي ينشده الشعب في النظام السياسي. في الأنظمة السياسية السليمة الرشيدة الإنسانية العاقلة الوطنية لا تصل الأمور إلى ثورات. فإذا وجدتم ثورة يشترك فيها معظم شعب من أي شعوب العالم، فاعرفوا أن النظام الذي يعيش تحت ظله هذا الشعب ليس نظاما سليما، ليس نظاما رشيدا، ليس نظاما إنسانيا، ليس نظاما عاقلا، ليس نظاما وطنيا، لا يتحلى بهذا الصفة السمات. نقطة خامسة في التسلسل، نقطة من ضمن نقاط الحديث، الشعب وأي مقدار من الشعب، خلونا الشعب وبأي مقدار من الشعب من حقه المطالبة بما يشاء، أي مقدار من الشعب، 1%, 10%, 20%, 30%, 50%، من حق أي شعب في أي مكان أن يطالب بما يشاء. هذا محفوظ إلى وفقا إلى فهم الكرامة الإنسانية اللي يسمونها في التسميات الحديثة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، بغض النظر عن مطلبه محق مو محق، مصيب مو مصيب، هو من حق أن يطالب. شو يضعون إليه من ضوابط؟ أن لا يستخدم القوة والعنف في قبال المجتمع وفي قبال الدولة الديمقراطية، يحكر عليه في قبال الدعم في قبال الدولة البوليسية، بالعكس يصرحون إلى هذا المعنى، في قبال الدولة القمعية اللي تقوم على القوة ما أحد يقدر يبرر عدم استخدام القوة. اترك الآن خيارنا احنا في البحرين السلمية وليش أخذناه، بس في إطار الفلسفة. ولذلك هذا تجد يدعمون الناس الذين يعرضون الأسد، يقولون الأسد يبقى بالقوة بغض النظر عن صحة الموضوع وجدليته، بس هو الفلسفة مالته. وإذا استخدم النظام القوة ضد التحرك الشعبي يقولون فقد شرعيته، عليه أن يرحل. وهذا الكلام اللي صار إلى زين العابدين ولا حسن مبارك ولا علي صالح وإلى غيره. أعود إلى الفكرة، محاولة تبسيط الفكرة. فمن حق أي شعب من أي مجموعة من الشعب قلت أو كثرت أن تطرح ما تشاء من المطالب، ولكن ليس من حقها أن تستخدم القوة، خصوصا في النظام الذي لا يعتمد على القوة في بقاء. تصير استخدام القوة عدوان، ما هو مشروع، عدواني. إذا وصل الأمر إلى أن الذين يطالبون 50+1، هني صير هذه الحركة تمتلك المشروعية التغييرية ويفقد الواقع القائم المشروعية.
لأن اليوم في النظام السياسي لا مشروعية إلى أي دعوة سوى الاتكاء على الإرادة الشعبية. لا يستطيع نظام سياسي أن يقول أنا أمتلك المشروعية لأن أنا أولد من أسرة معينة، أو أنا أمتلك المشروعية لأن التاريخ يقول أن معي المشروعية، أو أنا أمتلك المشروعية لأن الحزب الذي أنتمي إليه هو الحزب الذي قاد التحرير وقاد والحزب الطليعي وغيرها من التسميات. ما في، سقطت كل هذه الأمور وما عاد بالإمكان أحد أصلاً أن يتكلم عنها لأنها تخجل تفشل، ما يستطيع الواحد أن يبرز وجهه أمام الناس بالحديث عنها. فالعمود الفقري في الدنيا كلها هي مسألة الإرادة الشعبية. كل نظام قائم يجب أن يدعي ويقول ويثبت بأن مع الإرادة الشعبية. إذا قال مع الإرادة الشعبية هنا يلقم الآخر حجرا، يقول في لك معارضين. المفروض إذا كان نظام إنساني يقول خلي يكون في معارضين، من حقهم أن يعبرون عن وجهة نظرهم، من حقهم أن يتجمهرون، من حقهم أن يتجمعون، من حقهم أن يبقون في الساحات قد اللي يشاءون، ماذا يمارسون حقهم بطريقة سلمية، ماذا ما حد يعترض عليهم. من الحاكم بيننا وبينهم؟ ما في جواب في الدنيا إلا صناديق الاقتراع. لا حاكم لا مرجع إلا صناديق الاقتراع. نحن في البحرين ندعي أن الحركة التي انطلقت في 14 فبراير قد اشترك فيها أكثر وقرابة 60% من شعب البحرين، فهي حركة تملك الشرعية الشعبية بحسب مطالبها المطروحة، ويفقد النظام على أساس هذا المعنى مشروعية الشعبية. ما عاد الشعب مو راضي عنك، بس مسألة بسيطة جدا، مسألة في غاية البساطة وفي غاية. الثورة أو الحركة المطلبية أو الانتفاضة أو غيرها من التسميات في البحرين تمتلك الأغلبية الشعبية، وقد ثارت وتحركت ضد تهميشها المطلق من إدارة الدولة، ونتيجة للاستئثار بالثروة الوطنية لفئة قليلة من المتنفذين. فالشعب لا يعامل على أساس إنساني، مبررات الثورة، فالشعب لا يعامل على أساس إنساني واحد، فالتمييز هو سيد الموقف، فالأسرة المالكة لديها خصوصية غير منطقية تماما، فهي تمتلك كل السلطات بالمطلق، والشعب على هامش هذه السلطات ويشكل حالة شكلية فقط، سنة وشيعة مسلمين وغير مسلمين. فالتمييز هو سيد المشهد، والشعب لا يشرع السلطة التشريعية، فالشعب لا يشرع، فالتشريع بيد التعيين. ولم يصدر، وفي هذه التركيبة لن يصدر مشروعا واحدا بغير موافقة المعينين وبموافقة الملك الذي عين المعينين، فالشعب لا علاقة له بالتشريع في النتيجة النهائية، والشعب لا يتولى السلطة التنفيذية ولا يشارك فيها. فرئيس وزراء معين من 43 سنة لا علاقة للإرادة الشعبية الحقيقية بالسلطة التنفيذية ولا رقابة حقيقية عليها. فرقابة السؤال تكتفي بالوزراء، ورقابة المحاسبة والاستجواب والإقالة تضع دونها العراقيل بحيث تجعلها مستحيلة. أما الثروة الوطنية فهي نهب لكل متنفذ، والشعب من ثروته يعيش على الفتات.
الشعب من ثروته يعيش على الفتاة. لن نكن بحاجة نحن أهل البحرين إلى أن نهاجر للعمل في دول الخليج، فالثروة التي حبان الله بها على محدوديتها قياساً بالثروة النفطية في بلدان مجاورة لنا تكفي لعدد من شعب البحرين قليل. كم كنا؟ 300,000، 150,000 في سنة 1932. كان كل واحد من عندنا يصبح عند رأس مال اقتصادي ويصبح تاجر ويصبح متمكن ويصبح حالة ميسر ويؤسس إلى نفسه ويؤسس وضع اقتصادي مستقر إلى ولا أبناء في المستقبل بشيء من الإدارة الحسنة للثروة وعدم تبديدها وعدم سرقتها. لا زالت نتيجة لمحدودية الأرض، لا زالت الأرض العامة تشكل ثروة وطنية قابلة لأن تدخل إلى الميزانية العامة، يعني إلى الناس، إلى الصحة، إلى التعليم، إلى كل خدمات الناس الذين يحتاجون إلى الإسكان، قابلة أن تدخل مليارات الدنانير إذا استثمرت بشكل صحيح، بينما هي يوضع عليها اليد وتوزع بطريقة خاطئة ظالمة غير سليمة. صاحب ذلك فساد إداري وقصور مخل في جميع الخدمات، مما أنتج أوضاعا عامة غير إنسانية من العوز والفقر وشعور بعدم الكرامة. الإنسان اللي يشعر أنه في وطنه خايف، قلق عند دخول الوطن، قلق عند مغادرة للوطن، ينام في بيته غير مطمئن، غير مطمئن على عمله، غير مطمئن على عمل أبنائه، غير مطمئن، غير مطمئن، غير مطمئن، يعيش الخوف والهاجس أي كرامة؟ أي وين الشعور بالكرامة؟ الإنسان الذي ما يشعر بأنه فعلا يقرر في بلده كمواطن، وين الكرامة؟ صاحب ذلك شعور بفقدان الكرامة الإنسانية. أدت هذه العوامل وغيرها إلى حركة جماهيرية، حركة عارمة شعبية واسعة انطلقت تزامنا مع الربيع العربي في تونس ومصر. وبملاحظة هذا الواقع الذي سردنا بعضه في هذه المقدمة، فالثورة في البحرين هي حركة تعبر عن المظلومية، حركة تعبر عن المطالبة بالحق الذي لا جدال فيه، حركة تعبر عن الوقوف في وجه الفساد الذي لا جدال فيه، عن الوقوف في وجه الانحرافات الثابتة، مو بكلام نحن، بكلام الدنيا كلها الذي لا جدال فيه. فهي ثورة وحركة شعبية مطلبية ليس فيها ذرة من العدوان. ما اعتدينا عندما تحركنا في 14 فبراير حتى نقول نريد أن نكون مواطنين متساويين، ما اعتدينا، ما اعتدينا عندما نقول إن إحنا شعب البحرين وفقا إلى دستورنا، وفقا إلى منطق العقل، وفقا إلى كل شيء، إن إحنا مصدر للسلطات، شعب مصدر السلطات، فنريد أن نختار سلطتنا التشريعية ونريد نختار سلطتنا التنفيذية. ما اعتدينا، لم نعتدي ولا ذرة ولا مقدار ذرة. الآن بيجي جادل لي في تفصيل سديتون شارع، أوكي إذا في خطأ سد شارع، إذا في خطأ من هالجزئيات، ولكن الحركة حركة غير عدوانية، حركة محقة، منصفة، إنسانية، راقية، متحضرة، وضدها هو كل التسميات. إذا أردنا نقطة أخرى، إذا أردنا حلا لهذا الواقع المنكوب، يجب علينا بعد فهم جذور التذمر والثورة أن نعالج هذه الجذور. فهذه الجذور هي السبب الكامن خلف حالة عدم الاستقرار الدائم في البحرين.
وجوهر جذور الأزمات، جوهر جذور الأزمات هو تهميش الشعب من إدارة الدولة. ليش استقرت بريطانيا؟ ليش استقرت فرنسا؟ ليش استقرت كل الدول الديمقراطية؟ لأن شعبها يدير دولتها. ليش ما تستقر كل الأنظمة غير الديمقراطية؟ ليش ما تستقر؟ حتى وإن مرت بفترات استقرار فهي فترات مؤقتة لظروف تاريخية معينة، ثروة، دولة ريعية، تناقض اجتماعي معين لفترة معينة، ثم تأتي لحظات الثورة ويأتي لحظات التغيير. هاي كل الدنيا في الدنيا اليوم مسجل ما أدري 200 دولة تقريبا، في 290 دولة كلها تعتمد على هالمركز، الشعب مصدر السلطات وتحاول أن تطبقه، وكلما فلحت في تطبيق هذا كانت أكثر استقرار وكانت أكثر رخاء وكانت أكثر سعادة، بغض النظر عن دينها، بغض النظر تمتلك ثروات طبيعية لو ما تمتلك. ما يمتلكون السويديين ثروات أحسن من الدول النفطية ولا دول الشرق الأوسط ولا عديد من دول أمريكا الجنوبية، ما يمتلكون ثروات بهالمعنى، ولا السويسريين عندهم ثروات نفطية هائلة، ما عندهم، بس عندهم نظام إنساني عاقل. فهم الأغنى والأكثر حرية والأكثر سعادة والأكثر والأكثر والأكثر. فإذا أردنا معالجة الأزمة وهذا الواقع المنكوب، فعلينا أن نعالج جذوره، وجذوره تكمن في تهميش الشعب. والحل الواضح لهذه المشكلة هو بالانتقال بالبحرين من حكم القبيلة المطلق إلى حكم الشعب، ويمكن أن يتم ذلك بيسر وسهولة إذا توفرت هذه المعاني، إذا توفر الإنصاف. إذا نظرت إلي على أنني إنسان مثلك ولم تنظر علي على أنني عبد أو مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غيرها، إذا نظرت إلي باحترام ونظرت إليك باحترام سنجد حلا. إذا وجد الحس الوطني بالمسؤولية، الحس الوطني ما يتركز في مرفأ كيف أستولي عليه، ولا يتركز في أرض كيف أستولي عليها تساوي المليارات من الدنانير والدولارات، هذا مو الحس الوطني، هذا الحس السرقي. الحس الوطني كيف تنهض هذه الوطن، كيف يتحقق الإنسانية في هذا الوطن، كيف نشعر جميعا بالاحترام بإنسانيتنا، كيف نفكر في أن هذا الوطن كيف يعيش فيه كل إنسان فيه بكرامة وبحرية، وما بنكتشف العجلة، سبقتنا دول بقرون في الموضوع. هذا الكلام الآن إليه موضع من الجدل لو كنت أتكلم في سنة 1700، الآن الموضوع صار تافه الحديث فيه، والله صدقوني تافه، ولكن هذه الأوضاع المقلوبة بفعل دولارات النفط تخليك تتكلم، ما الموضوع تافه. إذا توفرت الإنصاف والحس الوطني بالمسؤولية وقيمة العدالة، العدالة الاجتماعية، إذا شعرنا بالحاجة، إذا شعرنا بمفهوم، إذا شعرنا بحاجتنا للسعي للعدالة الاجتماعية، ما أظلمك ما تظلمني، ما أقهرك ما تقهرني، ما أنتقص من حقك ما تنتقص من حقي، هاي القيم. إذا انتمينا إلى المجتمع الإنساني المتحضر ما عندنا مشكلة. والطريق رسمت لنا عشرات التجارب نحو التحول الديمقراطي، عشرات التجارب، فيها تجارب دموية وهذه اللي ما نبغاها، وفيها تجارب فيها تلكؤ واجد وهذا لازم نتجنبه، وفيها تجارب فيها تحولات سلمية طبيعية محترمة
تبني على كل الإيجابيات وتزيل السلبيات بأقل قدر من الضرر الاجتماعي، وهذا ما يجب أن نمضي عليه ونتبعه. ما بنكتشف العجل. الآن الدول الأفريقية فيها تحولات حقيقية، دول أمريكا الجنوبية كلها تحولت تقريبا، كلها تحولت إلى أنظمة ديمقراطية بين الاستقرار وبين في طريقها إلى الاستقرار، ولكنها متقدمة صارت بعشرات السنين سياسيا مع النظام الذي الآن نحن نعيش في ظله. فالطريق صاير واضح. الشعب مصدر السلطات، نقطة توضيحية تكميلية. الشعب مصدر السلطات جميعا. ليش كتبنا في دستور 73 قبل 40 سنة؟ لأن ما حد يقدر يكتب غير هذا، ما حد يقدر يكتب القبيلة مصدر السلطات، ولا حد يقدر يكتب العرق مصدر السلطات، ولا حد يقدر يقول ما في إلا تقول الشعب مصدر السلطات. نريد، هذه هي مفتاح الحل، وتفعيل هذه العبارة المحورية والحاكمة في الدستور هي مفتاح الحل. فهذا الشعب يجب أن يتمكن من إنتاج السلطات جميعا عبر اختيارها وعبر مراقبة اختيارها، يعني اختار السلطة التشريعية. من تجي تقول بعين إلك ناس تشرع، أنت صادرت الشعب مصدر السلطات. تقول في الميثاق قلنا بنسوي مجلسين، ما قلنا المجلس الثاني إلى أي صلاحية تشريعية، بل قلنا بالعكس، وعندنا أوراق وعندنا توقيعات وعندنا نصوص ولا ما. فالمعين لا يشرع. فهذا الشعب يجب أن يتمكن من إنتاج السلطات جميعا عبر اختيارها، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والأمنية وغيرها من عنوان السلطات التي يمكن أن تسمى، وله الحق في مراقبتها عبر مجلس برلماني يتمتع بكامل الصلاحية الرقابية لمراقبة السلطات الأخرى، ويقوم الشعب بمراقبة البرلمان عبر الصحافة وحرية الاعتصام وحرية التجمع وحرية التظاهر وحرية المطالبة بإسقاط هذا البرلمان وبحله، ومراقبة سائر السلطات الأخرى وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، فمن حقه الاعتراض عليها والمنادى بإسقاطها وإسقاطها عمليا إذا لم تلبي طموحها. حقا يكفله الدستور، لا يجوز أن تطلق بعد ذلك مع هذا الحق ولا رصاصة واحدة ضد الذين سيطالبون بإسقاط هذه الحكومة التي ستنشأ في ظل انتخابات حرة، وهي تنشأ يجب أن تعرف إنها موكلة بإرادة شعبية عبرت عنها صناديق الاقتراع. عندما ترفض هذه الصناديق مجددا هذه الحكومة ترحل، وإذا ضاق الشعب بأي حكومة قبل موعد صندوق الاقتراع على هذه الحكومة أن تدعو إلى انتخابات مبكرة. هذه هي الديمقراطية، هذه هي الطريقة العاقلة إلى تجنب الاصطدام والصراع والاقتتال المجتمعي المدمر العبثي الذي أنهك أفضل أمة بما تملك من قرآن وبما تملك، لكن ما القرآن ما طبقنا أبدا. والدين من سيرتنا بعد رسول الله براء، والدين من سيرتنا بعد رسول الله إلا ما شد وندر براء. يمكن، فالحل هو في تفعيل الشعب مصدر السلطات عبر اختيار السلطات وعبر مراقبتها وعبر القدرة على تغييرها بطريقة قانونية سياسية واضحة مكتوبة. محور آخر، إن الاستمرار 3 سنوات بنفس الزخم والعنفوان هو دليل لا يقبل الشك على أن مبررات هذا التحرك هي مبررات جوهرية وقوية وتمثل الضرورة بالنسبة إلى هذا الشعب. إذا كانت هي مسألة طيش، ما
مسألة نزوة، طلعوا في تونس نطلع. إذا قتلوا منك واحد تروح تقعد في بيتك، إذا فنشوا واحد تقول شلي بهالسالفة، أنا ما عندي مشكلة، ديك المشكلة الحقيقية. وبالتالي لا، فإذا قتلوا واحد صار واحد الناس اللي تقول أنا الشهيد التالي، وإذا فصلوا ألف قالوا رزقنا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا انجرحت آلاف قال هو في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن وفي سبيل إصلاح الأوضاع. الذي يعيشون يكتوون بنارها المنحرفة. لذا تعبر عن ثورة ضرورة، وهذا السر، واحد من أسباب ترسخها وتجذرها، بالرغم من كل ما مورس عليها من قمع. سجل السيد بسيوني ووثق السيد بسيوني، وسجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسجلت الدول المختلفة في جنيف عبر توصياتها، وسجلت المنظمات الحيادية، المنظمات التي لا تميل إلى الشعب ولا يقف غير ضميرها أمام انتهاكات صارخة، فسجلت آلاف التقارير الصغيرة وآلاف التقارير الصغيرة والكبيرة. ليش ما تتراجعون؟ لأن ثورتنا ثورة ضرورة. تراجع على شنو أتراجع؟ أتراجع حتى يقتلني النظام بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث ويقتل أولادي ويقتل أبنائي؟ أتراجع حتى يمارس علي التمييز والتجنيس والفساد وتسرق ثروتي؟ أتراجع حتى يسجن ثلان وفلتان وفلتان بعد شهرين وبعد أربعة وبعد خمسة لأنه قال هذا الوزير فاسد أو قال هذا خطأ أو قال هذا رئيس الوزراء ما نباه؟ ايش اتراجع؟ على شنو اتراجع؟ وايش من خير اتراجع اليه؟ بلد ينباع، بلد ينباع للاجنبي عبر التجنيس عبر التوظيف وعبر اتراجع على شنو؟ إن الاستمرار في الثورة ليس خياراً ضمن خيارات. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما في خيارات، ما في خيارات، وإنما هو الطريق الوحيد المتاح أمام هذا الشعب من أجل تحقيق الحرية، الكرامة، المساواة، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسانية، ضمان مستقبل أبنائه، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق عادل لتوزيع الثروة، تحقيق دولة الإنسان القادرة على الاستجابة لحاجات الإنسان في التنمية والخدمات. ما عندنا طريق آخر، ما عندنا طريق آخر. المفاوضات مع الثورة حتى تصل المفاوضات إلى الحل. المفاوضات ليست بديلاً عن الثورة، المفاوضات جزء من الثورة. إذا أنتجت الحل، ماذا نريد من حل؟ نريد من حل ينصف الجميع، ما يكون على حساب ظلم أحد. لا تطالبونا بالقبول بحلول تظلمنا، كفاية ظلم عندنا، كفاية تهميش إلنا، لا تجيبون لنا حلول تهمشنا، كفاية تهميش إلنا كشعب. ما تسمى حلول هذه، هذه كذب إطلاق لفظ الحل عليه. لا تجيبون لنا حل ما يحترم إنسانيتنا، لا تتكلم عن إصلاح ما يحقق المساواة فيما بيننا ويجعلنا بشر في درجة واحدة من الإنسانية والمواطنية، لأن هذا هو الجوهر المشكلة، لأن هذا هو الذي ينتج المشكلة. وإيش استفدنا من تسمية والغناء والتطبيل والكذا، العهد الإصلاحي العهد الإصلاحي العهد الإصلاحي، إذا ما كان الأرض إصلاحية، إذا ما كان الواقع الحركة الواقعية إصلاحية؟
ما يتناسب كهالكلام 10 سنوات عن العهد الإصلاحي وبتنفجر الثورة بهذا الحجم. فوش ما تسميه، ما تقدر تسميه الواقع بتسميات ما إلها علاقة فيه، ما تنتج شيء. احنا لا نطلق لفظ الاستعمار، شو احتلال، هو استغلال، سموه استعمار. استعمار يعني يستعمر البلد، استعمركم فيها. الآن استسلمنا لللافت لأن المستعمر قوي إعلامياً ويحط المصطلح ويحط كذا، بس سميت استعمار، سميت انتداب، سميت مدري شنو، دعيت كل دعاويك إن هذا لتطوير المجتمعات. ما يركب المجتمعات الثور عليه وترفض الاحتلال وتطرد الاحتلال. واقع أقوى من التسميات ومحاولات المغالطة في التسميات. نريد وطن يا أحبتنا لا يظلم سني، لا يظلم شيعي، لا يظلم أحد. نريد وطن يتنفس فيه الناس الحرية، لا يعيشون الناس هم إسقاط النظام ولا هم محاربة النظام، ولا النظام يعيش هم محاربة الناس. تعالوا نترك هالمنطقة، منطقة ما هي عاقلة. بس من هو اللي فرضها علينا؟ فرضها علينا النظام، فرض علينا النظام. منطقة عبثية هي، مفروضة على شعوبنا كلها ومن ضمنها شعبنا، منطقة عبثية. العقال خلصوا موضوعهم، العقال خلصوا موضوعهم، رتبوا وضعهم قبل 400 سنة، رتبوا وضعهم في إسبانيا، ورتبوا وضعهم في فرنسا، ورتبوا وضعهم في كل الدول. لما رتبوا وضعهم قالوا نروح نستخدم هذا لين الموجودين في أصقاع الأرض ونخليهم خدم إلى الاقتصاد البريطاني وخدم للاقتصاد الأمريكي. عقال، إحنا هني نتحارب مع بعض وثرواتنا تدار على مدى 400 سنة من هذه الدول. من يحب إلا يحب وطنه في 22 اسم عربي وفي 54 اسم إسلامي. إلا يحب هذه البلدان، منطقة إصلاح هذه البلدان، إصلاح نظام السياسي من الأنظمة البالية المتعفنة إلى النظام الإنساني. الأنظمة استطاعت أن تضحك على بعض العقول القاصرة، قالوا لهم الديمقراطية هي كفر، الديمقراطية مو في الإسلام، الإسلام أحسن نظام، الإسلام أحسن نظام، بس أنت مو إسلام، أنت مغتصب لاسم الإسلام، أنت ما لك علاقة بالإسلام. لو كان لك علاقة بالإسلام ما قعدت على كرسي الملك يوم واحد ولا الحكم يوم واحد. وكان لك علاقة بالإسلام ومعنى الإسلام الحقيقي في أن الأمة هي من تنصبك والأمة هي من تزيحك. من وين جيت على الإسلام؟ مسيرة 15 فبراير. وبإدراكنا العميق لمعاناة شعبنا الممتدة لعقود، ولإدراكنا المباشر لواقع بلدنا المنكوب، ولا لإخلاصنا لهذا الوطن ولجميع مكوناته، ومن أجل الحرية والكرامة والإنسانية للجميع، ومن أجل نظام ديمقراطي يحقق الاستقرار الدائم والشامل لهذا الوطن وينقله من دائرة الأزمات إلى دائرة الاستقرار، وينقله من دائرة العبثية إلى دائرة البناء والتنمية، من أجل أبناء شعبه، من أجل بحرين المستقرة إيجابية في محيطها الإقليمي والدولي. موعدنا غدا لنقول لحكومة التعيين التي دمرت هذه البلاد وشعب هذه البلاد لأكثر من 43 سنة كفاية، ولنقول لمجلس الشورى المعين الذي سرق واختطف التشريع ظلما وزورا كفاية، ولنقول للتمييز بين المواطنين كفاية. موعدنا غدا في شارع البديع، منذ الساعة 1 المكان مفتوح، الساعة 3 تنطلق تلك المسيرة التي تعبر عن إرادة هذا الشعب.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. أغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.